السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف تكملة شرح سوليبري اوفيس. هقول اوبن موديل وابدأ افتح موديل، وليكن مثلا وليكن مثلا الموديل دوت. هنا تقدر تشوف الموديل بشكل قوي، وتقدر تحط الانتشار اللي انت عايزها، تقدر تقيس، وبعد كده تشيك، تقدر تشوف المشاكل الموجودة. موديل اتكلمنا عنها في الدروس اللي فاتت. دلوقتي بقى هنخش على التيك اوف، نقدر نشوف بقى هنحصر بقى اني طريقة. اقول له اوكي وابدأ اعمل سيلكت بقى على الحاجة اللي انا عايز احصرها، واقول له تيك اول اوف، فيبدأ يجيب لي كل عنصر. وبعد كده ممكن الحاجة دي تكون هتحصر بالاطوال، فيبدأ يكتب لي الطول بتاعها. ممكن يكون بالفوليوم، فيجيب لي الفوليوم بتاعتها. ممكن بالعدد، فيبدأ يجيب لي العدد بتاعتها، ويبدأ يديها الألوان. كل ما تعمل سيلكت على حاجة يبدأ يعمل لك سيلكت عليها هي بس. ممكن تقول له شو اول عشان تشوف كل حاجة. ممكن تقول له أنا عايز أعمل ريبورت، هنا بس بتعمل سيف انفورميشن. ممكن تقول له أنا عايز ريبورت، فيبدأ يقول لك أنت عايزه على إكسل، بلين إكسل ريبورت، ولا إكسل تمبليت ريبورت. تقدر تختار التمبليت اللي أنت عايزه لموضوع تصدير الريبورت ده للإكسل.